اهلا بحضراتكم، والحقيقه شرفني في الاستوديو ضيوفي الاعزاء والاصدقاء. يمكن الحقيقه الاستاذ علاء عزه الناقد الرياضي الكبير بالاهرام ومجله النادي الاهلي، واللي يمكن معلومه صغيره كده، الاستاذ علاء عزه بيكتب في مجله النادي الاهلي وجريده النادي الاهلي من 21 سنه، او من يمكن على لقاء الاهلي والزمالك لقاء القمه من 21 سنه، اعتقد عمر كبير جدا. يمكن كان في شباب لسه ما اتولدتش قبل هذا في هذا العمر يعني. وطبعا بيشرفني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ منتصر رفاعي، قام باعمال رئيس تحرير جريده الزمالك والناقد الرياضي بالاخبار. ويمكن في حياديه شديده جدا جدا النهارده في حوارنا، واكيد ان شاء الله هنطلع منهم اخبار جديده ان شاء الله للقاء الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. ويمكن حقيقه الاستاذ منتصر رفاعي النهارده يعني الحياديه الشديده، وكمان انه يبقى في تصفيه للاجواء في الفتره اللي جايه او قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك، البلوفر احمر اهو يعني لو حضرتك شفته النهارده البلوفر احمر. اهلا بيك يا استاذ منتصر، واهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بيك يا كابتن اشرف، سعيد جدا جدا اكون ضيف مع حضرتك، بس انت كبرتني قوي في السن يعني. ليه؟ 21 سنه دي كتيره. لا دي حقيقه، ويمكن حقيقه ارائكم دايما سديده، ويمكن النهارده الحقيقه عايزين نناقش موضوع مهم جدا جدا، يمكن تصفيه الاجواء في الفتره اللي جايه حتى ان شاء الله يعدي مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي على خير ان شاء الله، وتمر بسلام، وتبقى ان شاء الله تعكس صوره حضاريه للكره المصريه في الفتره القادمه. ولكن ان شاء الله احنا عايزين نشتغل بعد كده كمان، يعني عايزين الفتره اللي جايه يبقى في تصفيه الاجواء بين الناديين الكبار، بين قطبي الكره في مصر وفي افريقيا في الوطن العربي، نادي الزمالك والنادي الاهلي او النادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني مش عايز بقى يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الزمالك ونادي الاهلي، يعني اعتبروها هتطلع كده زي ما تطلع بقى، ولكن تصفيه الاجواء في الفتره اللي جايه مهم جدا، لانه يمكن خلال اسابيع قليله جدا هيبقى في عوده للجماهير ان شاء الله لمدرجاتنا. اعتقد انه تصفيه الاجواء بين قطبي الكره وبين رؤساء مجالس ادارات ومجالس ادارات القطبين الكبيرين مهم جدا 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 في الفتره اللي جايه، عشان نقدر نعود بالجماهير مره اخرى. طبعا مفيش شك طبعا ان لو مجالس الادارات هي اللي بتحدد حجم الاحتقان بين الناديين، هي اللي بتحدد حجم التعصب، هي اللي بايديها الترمومتر، يعني ترمومتر ان يكون جماهير الناديين على ود ومفيش عصبيه، طبعا مرتبط بمجالس الادارات. واحنا شفنا يمكن في فترات طويله جدا جدا كان في عز اشتعال الصراع الكروي بين الاهلي والزمالك، كانت مجالس ادارات الناديين على 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 ود كبير جدا، وخاصه الفتره اللي كان فيها كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، وكان على الطرف الاخر الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك، كانت فتره هاديه جدا. لكن الفتره اللي فاتت يمكن حصل نوع من الاحتقان على مستوى ادارات الانديه، وهو ده اللي رجع تاني العصبيه قوي في ماتشات الاهلي والزمالك. يمكن دي يمكن اول مباراه من فترات طويله جدا جدا، يعني فيها شحن شويه، فيها شحن يمكن دي اول مباراه يمكن من سنين طويله جدا اشوف فيها شحن جماهيري، اشوف فيها تحفظ وترصد كبير جدا عند جماهير الناديين، ودي ما كانتش موجوده رغم المباراه طبعا زي ما بنقول المباراه بدون جمهور يعني. يعني يمكن انا بحمد الله ان المباراه بدون جمهور، يعني طبعا يؤسفني جدا ان تبقى سادس مباراه قمه تلعب بدون جمهور، لكن انا شايف ان الظروف خربت جدا جدا الناديين ان المباراه دي تقام بدون جمهور علشان الشحن الموجود دلوقتي في ظل الاحتقان الغير عادي ده. وللاسف كان في مباريات كويسه جدا كانت ممكن تحصل الفتره اللي فاتت، لكن لم يكتب لها النجاح. فانا بقول ان احنا انا هتكلم عن الاسباب دي اكيد يا استاذ علاء، لانه مهم جدا جدا نوضح للشارع الرياضي وجمهورنا جماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك وجماهير القطبين، الحقيقه جماهير كبيره جدا وجماهير عريضه مش في مصر فقط ولكن في الوطن العربي وفي افريقيا بشكل كبير أكيد. جدا مهم جدا ان نوضح لهم الاسباب، وكمان نعرض بعض الحلول او نقترح بعض الحلول خاصه من الجانب الاعلامي او الصحفيين، الساده الصحفيين مهم جدا جدا يبقى لهم دور كبير جدا أكيد. الفتره اللي جايه استاذ منتصر، يمكن حتى على مستوى اللاعبين، يمكن انا لسه قبل البرنامج جاي من مباراه بين قدامى الاهلي وقدامى الزمالك، كان موجود في من قدامى الزمالك اسامه نبيه، وائل قباني، محمد ابو العيلة، وجمال حمزه، شادي المأمور، وفي النادي الاهلي وكان طبعا كان موجود الكابتن محمد كابتن ابو رجيله كان هو المدير الفني، وكان الناحيه الثانيه كابتن ربيع ياسين، وكان موجود عماره وخالد بيب واحمد حسن ومحمد جوده ومحمد فاروق وياسر رايان، اسماء كبيره موجوده. واعتقد كانت مباراه يعني خلصت 8-5 طبعا لصالح نادي الزمالك، ولكن في النهايه ولكن في النهايه عايز اقول انه الروح الرياضيه موجوده بين الفريقين وبين اللاعبين، يعني الحقيقه كان في حب شديد جدا جدا في المباراه، وده بيعكس اكيد مدى العلاقه بين اللاعبين
سواء في المباريات الوديه او حتى على مستوى المباريات الرسميه ده بيبقى موجود، ولكن التنافس داخل الملعب ده شيء شرعي يعني مشروع لكل الفرق يعني. بالتاكيد كابتن اشرف، انا في البدايه عايز يعني اقول لك ان انا سعيد جدا ان انا متواجد مع اعلامي محترم زي حضرتك. يكفي ان انا عايز اقول لك انك انت يعني كلاعب سابق في النادي الاهلي ونجم كبير وشرفنا في الومنيوم نجا حماد انك انت كنت احد نجوم الومنيوم، واي سعيد يعرف اشرف ممدوح كويس جدا كهداف قدير وكاعلامي بسم الله ما شاء الله طالع، لدرجه انه لسه انا وجاي في السكه بقول طالع مع اشرف ممدوح بيقولوا ده بيهاجم الاهلي، قلت له يا جماعه ده الراجل ناشئ الاهلي، فدي طبعا كويس الناس تختلف الناس تختلف يعني لما يجي لك دي حاجه كويسه. سعيد جدا طبعا بتواجدي مع الاستاذ الكبير علاء عزك، الناس المحترمه جدا، وانا يمكن بدايتي في الصحافه عشان ما نكبروش اول حاجه رحت له الاسبوع يعني، وكان عندي امل كبير اني اشتغل معاه بس ما لم يحالفني التوفيق لظروف خارجه عن ارادته. انت في البدايه يعني قبل ما نتطرق لجزئيه حضرتك سالتني فيها قصه الاحتقان، بالتاكيد انه مجالس الادارات بتحمل مسؤوليه كبيره جدا. النهارده اي رئيس نادي انتخب باراده الجمعيه العموميه لناديه كان بالتاكيد الامال والطموحات كبيره جدا عليه انه مش يجيب لعيبه بس. بالتاكيد انه يجيب لعيبه، انه يدعم صفوفه، بالتاكيد انه يعمل طفره انشائيه هائله زي ما حصل في نادي الزمالك مع الشيخ مرتضى منصور. ايضا المهندس محمود طاهر كانت العلاقه ما بين الاثنين يعني غايه في القوه، لدرجه ان مرتضى منصور كان بيعلن مرارا وتكرارا انه بيدعم محمود طاهر. والمهندس محمود طاهر يعني بطبيعته حد مش 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 سيء، حد كويس، حد محترم، خلينا نتفق على ذلك. انما في بعض ولاد الحلال اللي بيخشوا ما بين الاثنين او ما بين القطبين الكبيرين يضرب اسفين من هنا لهنا فالدنيا بتسخن شويه. الذكاء هنا بيقتضي ان عندما الانسان يخطئ ويعترف بالخطا لما حد مدلك يد العون ان هو نبدا صفحه جديده، لانك النهارده انت ما بتمثلش كمان الجمعيه اللي انتخبتك، انت النهارده طالما توليت رئاسه نادي الاهلي او رئاسه نادي الزمالك انت النهارده بتمثل ملايين من البشر، وايضا بتلعب دور كبير جدا في السياسه وليك تاثير في الامن القومي للبلد، وايضا لازم يبقى عندك حس سياسي، لذلك رئيس النادي سواء الاهلي او الزمالك لازم بالدرجه الاولى يكون سياسي مش نجم كره ومنعزل عن السياسه. بالتاكيد نتمنى انه الفتره اللي فاتت اللي جايه دي عشان خاطر مصر، عشان خاطر البلد تمشي، عشان خاطر الجمهورين الكبيرين اللي هم يعني شفنا تابلو فني رائع جدا لما تلاحموا في عقب احداث مذبحه استاد بورسعيد. كان جمهور الزمالك بيؤيد جماهير النادي الاهلي ولاعيبه نادي الزمالك متواجدين في قلب النادي الاهلي، ودي حقيقه كانت طبعا كبالة عمره ما ظهر في الاعلام طلع في على شاشه قناه النادي الاهلي. الاجواء دايما ما بين اللعيبه قبل مباريات القمه كويسه يعني الناس على عكس ما تصور انه لعيب الاهلي والزمالك منعزلين تماما عن بعض، لا دول اصحاب، هم اللي بيمثلوا منتخب مصر، هم اللي ما بينهم صداقات كبيره جدا، بيخرجوا مع بعض بيتفسحوا. القصه يا جماعه مش 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 قصه تعصب. انت عايز فريقك يكسب بالتاكيد، انما النهارده وارد انه يخسر. النهارده القصه الرياضه مش مكسب على طول الخط، ومش لازم تشحن على طول انك انت لازم تكسب كل الماتشات وتكسب كل السنين وتكسب كل البطولات. اعتقد انه في فتره من الفترات النادي الاهلي عانى من هذه الجزئيه كثيرا قبيل مذبحه بورسعيد، انه النهارده كان بيروح اسماعيليه في شحن بيخرج في حراسه الشرطه، بيروح بورسعيد نفس القصه، بيروح المحله. النهارده انك تصور النادي الاهلي انه الهرقل اللي لا يهزم، انا شايف انه ده من الخطا كبير جدا. ومع احترامي للاستاذ علاء، الاعلام الاحمر بيلعب دور كبير جدا في هذه الجزئيه، لان وارد جدا نادي الاهلي يخسر مباراه سواء من نادي الزمالك او من غيره. الرياضه النهارده مكسب وخساره، كما ان ليس من المنطقي ان يخسر الزمالك على طول الخط. صحيح انه الرياضه قد يخسر على طول الخط، ولكن لابد ان ياتي وقت يفوز فيه الزمالك ويكون هذا الفوز منطقي، فعلى الاقل جماهير الزمالك انما تغاليش في الفرحه، لانه في النهايه دي مباراه كره قدم، وعلى جماهير الاهلي ان تتقبل ايضا خساره فريقها. وبنقول للجمهورين في النهايه انه دي مباراه لكره القدم 90 دقيقه هيفوز بها الذي يستحق، الذي يتعب، الذي يكون اكثر هدوءا في الملعب. تمام. طيب هروح للاستاذ علاء، ويمكن الخطاب الاعلامي مهم جدا جدا، خاصه انه صحيفتين او جريدتين خاصتين بالنادي الاهلي ونادي الزمالك بقطبي الكره في مصر، الجريده الخاصه بالنادي الاهلي والجريده الخاصه بنادي الزمالك، وحضراتكم بالتاكيد توليتوا المسؤوليه دي. دورهم الاعلامي كان مهم جدا جدا في الفترات اللي فاتت، ان يبقى في تصفيه للاجواء بشكل كبير جدا في بين جماهير
او روابط الالتراس اللي موجوده، خاصه يمكن روابط الالتراس احنا بنتكلم في كام سنه استاذ علاء؟ 6 7 سنوات؟ 2007 8 سنين. اعتقد انه من البدايه لو كان في توجيه بشكل مناسب كان ممكن يبقى في تصفيه الاجواء بشكل كبير جدا خاص بالجماهير، وبعدين حاجه طبعا لمجالس الادارات واللاعبين. اولا استاذ كابتن ممدوح، مجالات الانديه الاهلي والزمالك تحديدا مش دورهم ان هم انا التوعيه لا مش دوري ان انا اطلع لأن انا جريده بخاطب فئه واحده بس، جمهور النادي الاهلي بس. تمام. فانا ما وجهش خطاب لجمهور النادي الزمالك انه مش هيشتريني ومش هيسمعني. فانا بخاطب جمهور واحد بس، بخاطب جمهور النادي الاهلي. فانا عارف فكر جمهوري، انا بخاطب جمهور النادي الاهلي، ان انا عارف جمهور الاهلي بيفكر ازاي. لكن طبعا احنا ما بنتطرقش ابدا في مجالات الاهلي. يمكن طبعا كابتن اشرف انت حضرتك كنت موجود فتره كتير جدا في النادي الاهلي، وكنت بتابع لك كويس جدا، كنت بتشوفها في فترات الاهلي والزمالك. احنا خطابنا دايما موجه لجماهير النادي الاهلي. يعني ومش مطلوب برضو من جاله نادي الزمالك. طب هو ايه المانع يا استاذ علاء؟ يعني خلينا نناقش ده. لا انا ده دور بصراحه يعني. لا ده دور الصحف القوميه والصحف العامه اللي هي بتخاطب الفئتين. يعني مش مطلوب من الاستاذ منتصر ان هو يطلع يواجه رساله لجمهور النادي الاهلي. يعني هو ايه المانع ان يبقى عندي جريده النادي الاهلي مثلا حوار مع؟ لا دي موجوده. لا دي موجوده، احنا موجوده، احنا عندنا. لا لا احنا عندنا يمكن في مراحل كتير جدا في مجله النادي الاهلي في فترات كبيره جدا بيكون معانا ضيوف من نادي الزمالك. ويمكن كان شبه ثابت يعني. مفيش مباراه اهلي وزمالك الا ولازم لما بنستعرض فيها ذكريات بنجيب نجوم من نادي الزمالك، بتكون موجوده على صفحات مجله النادي الاهلي بتحكي ذكرياتها عن مباراه الاهلي والزمالك. لما يكون لا قدر الله في انتكاسه للنادي الاهلي بنجيب خبراء من نادي الزمالك يتكلموا على اسباب تعثر النادي الاهلي في بطوله ما او في حدث ما، موجودين دائما. يعني كابتن حسن شحاته كان متواجد كتير جدا وهو مدير فني منتخب مصر، كان موجود على صفحات مجله النادي الاهلي بيتكلم لو في خلل في النادي الاهلي. كابتن فاروق جعفر كان موجود، كابتن ابو رجيله، كل نجوم الزمالك موجودين، واللعيبه والكابتن عبد الحليم علي وكل، وحازم امام كان موجود في يعني ده موجود ده موجود رؤساء انديه الزمالك طبعا موجود. لكن احنا موجودين من منطلق ان احنا بنوعي جمهور النادي الاهلي. لكن انا مش مطالب مني، انا زي ما بقول لحضرتك، انا مش مطالب مني ان انا اخاطب الجمهورين، انا مطالب مني اخاطب جمهوري. وده دوري انا. ده دوري انا ان انا اخاطب جمهوري واوعي جمهوري، ودور استاذ منتصر في مجله النادي الزمالك ان هو يوعي جمهوره ويخاطب جمهوره. لكن ما اطلعش انا ادعي يعني ان انا يعني اخد حق اكبر من حجمي. انا عارف جمهوري مين، جمهوري هو جمهور النادي الاهلي، فانا بخاطب اوجه خطاب النادي الاهلي، واستاذ منتصر يوجه خطابه لجمهور النادي الزمالك. وكل واحد طبعا عنده ضميره وعنده المهنيه والضمير. فانا بقول لحضرتك لكن انا شايف ان مجله النادي الاهلي حضرتك وانت كنت موجود ومتابعها، واستاذ منتصر طبعا متابعها بشكل دائم جدا. لا، نجوم نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك موجودين حاضرين دائما في مجله نادي الزمالك برايهم. يعني هما كمان بيبقوا سعداء جدا كمان لما بيتكلموا. يمكن دي الظاهره الاكثر ايجابيه، ان هما بيكونوا سعداء جدا لما بنتصل بيهم في وقت ما، ويكون النادي الاهلي بيمر بازمه او قبل مباراه قمه او في مشكله ما، ويكونوا شركاء معانا بينصحوا اداره النادي الاهلي بايه، يوجهوا رساله للاعيبه النادي الاهلي ويوجهوا رساله لجمهور نادي الزمالك. ده طبعا لازم احنا نكون حريصين عليه. بس انا ما اعرفش بقى في نادي الزمالك هل بيعملوا نفس العمليه دي ولا لا، لكن هم موجودين عندنا في نادي الزمالك. استاذ منتصر يمكن اتفضل رد، لان عندي سؤال مهم جدا. لا بالتاكيد ان انا الاستاذ علاء، انا بالتاكيد يعني اكنه له كل احترام واثق تماما فيما يقول، انما اعتقد ان هو بيتكلم على شخص هو فقط، يعني ما بيتكلمش على كل المنظومه في النادي الاهلي او كل المجله. لان انا من فتره كبيره جدا ما تابعتش مثلا وجود حوارات للكابتن حسن شحاته على مجله النادي الاهلي. لا لا موجوده، موجوده. طب العكس، العكس موجود في مجله النادي الزمالك موجود. لا كان موجود كتير جدا اخر 4 سنين مثلا. لا ليه موجود؟ لا وكل خبراء النادي الزمالك، كابتن فاروق جعفر، انا شخصيا عملت كخبير كروي، انما قصه انك انت تصرف وجبنا نجم الزمالك. طب خلينا ناخد واحد من نجوم الجيل الذهبي في نادي الزمالك، وطبعا نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا القومي، كابتن مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك السابق. كابتن مدحت مساء الخير. خطط واضح ان في مشكله في الاتصال، يا ريت تعودونا الاتصال تاني بكابتن مدحت. طب على العكس يا استاذ منتصر، شايف برضو كان في حوارات ممكن تقام مع او تعمل مع احد نجوم النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت، او على الاقل في الفتره اللي انت متولي فيها مسؤوليه الاشراف على مجله نادي الزمالك او رئيس تحرير نادي الزمالك؟ بالتاكيد ان انا بتفق مع الاستاذ علاء زي ما قلت لحضرتك، ان هو بالتاكيد انه يعني يجب ان يكون لمجله النادي الاهلي ومجله نادي الزمالك دور كبير جدا في توعيه كل جمهور على حده.
اول يعني تبدا بنفسك انك توعي الجمهور بتاعك يعني انه ينبذ التعصب، انه يكون فيه تشجيع مثالي، الاكتفاء بالتشجيع للفريق بتاعك والشد من ازره باسلوب متحضر. وده كان الخلاف ما بين المستشار مرتضى منصور ورابطه التراس وايت نايتس. البدايه دي مشكله مهمه جدا واكيد هيبقى لنا كلام فيها، ولكن خلينا نرجع لنجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخبنا القومي كابتن مدحت عبادي. كابتن مدحت مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اشرف، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا كابتن؟ تمام كل سنه وحضرتك طيب الحمد وانت لله. وانت طيب كابتن مدحت؟ معايا في الاستوديو مشرفيني طبعا الاستاذ علاء عزت والاستاذ منتصر الرفاعي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. مختفي عننا كابتن مدحت، ما بقناش نشوفك. لا والله كابتن اشرف انا موجود اهوت، بس بقالي فتره طبعا مرتبطين بعد ما احنا مشينا من الفريق الاول نادي الزمالك في المسؤولين القطاع بالكامل، انا مع بيو في القطاع وكابتن غنوص سلطان وكابتن حسن قسري وكابتن خواجه الحمد لله شغالين وعاملين حاجه كويسه السنه دي بالنسبه للقطاع تمام، ماشيين تمام يعني الحمد لله موجودين يعني ان شاء الله. كل التوفيق يا كابتن مدحت الفتره اللي جايه ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن مدحت، مباراه القمه دايما يعني في اهتمام كبير جدا جدا في الشارع الرياضي بهذه المباراه، ومهم جدا يبقى احد نجوم هذه اللقاءات معايا على التليفون ويقول لنا يعني احساسه بهذه المباراه، وشايف ان تصفيه الاجواء كابتن مدحت خاصه العلاقه الطيبه جدا اللي موجوده بين لاعبي الناديين خارج الملعب وداخل الملعب في الفترات اللي فاتت واثناء ما كنت بتلعب حتى لغايه دلوقتي كابتن مدحت، انت عارف اكيد ان العلاقه طيبه جدا جدا بين كل اللاعبين في الناديين. طبعا انا سعيد يا كابتن اشرف ان انا موجود معاك النهارده طبعا على الهواء، واتمنى ان اكون معاك ان شاء الله لايف باذن الله. انا كنت لسه في احدى القنوات من يومين كده، بالاخص كان تاني يوم لما سياده المستشار سمح لجميع نادي الزمالك تدخل النادي وانا كنت موجود في النادي وحسيت بحاجه جديده، يعني حاجه جديده محروم منها بقى لنا 4 سنين. ومسجلت قلت يعني اتمنى من ربنا ان شاء الله ان المباراه، انا اتمنى ان الزمالك يكسب ان شاء الله، وفي نفس الوقت بتمنى المباراه تطلع بصوره جيده جدا عشان نبين للوطن العربي كله ونبين للناس ان الكره المصريه راجعه تاني، لاننا كلنا اشرف في حزن كبير جدا ان احنا عدم وصولنا لكاس الامم نيجي 3 مرات ورا بعض. النهارده كاس امم شغال ما حدش بيتفرج عليه، مصر مش موجوده، يعني في حاجات كتيره جدا، عوامل كتيره جدا سلبيه حصلت الفتره اللي فاتت، عشان كده بتمنى من ربنا ان شاء الله ان الماتش يطلع بصوره جيده جدا بين اللعيبه، وده اللي انا متاكد اللي هتطلع بصوره جيده بين اللعيبه، وكنت اتمنى الاكثر ان هو يكون في عدد قليل من الجماهير هنا وهنا عشان نبين ان الامور رجعت طبيعيه تاني بالنسبه لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك. ده اللي بتمناه وده اللي انا حاسه وده اللي انا شايفه من جماهير الزمالك لما حضرت، ان الامور عاديه ما حصلش، رغم يعني طلعت بعض الاشاعات، حتى انا كنت موجود في الاستوديو التحليلي في اليومين اللي فاتوا، ان طلع بعض الكلام ان جماهير الزمالك موجوده في الملعب هتفت هتافات مش كويسه للنادي الاهلي، وده ما حصلش لان انا حضرت التمرين كله. انا شايف الامور طبيعيه خالص يا كابتن اشرف، واللي كنت اتمناه ان اللي يدير المباراه طاقم تحكيمي مصري، رغم بقى الظروف اللي احنا شايفينها بقى لنا 3-4 سنين ان مش هتيجي على مباراه زي ديت، اتمنى اللي هي تكون بدايه موفقه للكره المصريه باذن الله في 2015، تكون فتحه خير علينا كلنا بلا استثناء اذا كان منتخب انديه، نرجع زي الاول بقى كابتن ان شاء الله. كابتن مدحت محرومين يعني ان شاء الله، مش عايزه برضو ايه عشان الناس ما تقولش ان مدحت بيتكلم على اللعيبه، لا انا بتكلم كله، انت عارف طبعا اشرف وانا كنت معاك انت بالاخص، وكنا رحنا وقفنا كام وقفه عشان وقفنا وقفه مخصوص للعمال عشان ترجع فكرة. طبعا يرجع للعمال مش لعيبه، للعمال. يعني انا عايز اوصل للناس ان المجال الكروي كله مش لعيب الكوره ولا مدربين، لا ده ناس كتيره جدا، عشان كده بتمنى تكون فتحه خير عليهم باذن الله 2015 بس ايه بدايه الكوره المصريه ان شاء الله. بنتمنى ده كابتن مدحت. كنت احد نجوم نادي الزمالك واللي احرزت هدف من احلى الاهداف في مباراه القمه، شايف مباراه القمه بكره هتروح ناحيه مين؟ نادي الزمالك ولا النادي الاهلي؟ ولو انت مدير فني لنادي الزمالك تتعامل مع هذه المباراه ازاي يا كابتن مدحت؟ المباراه طبعا هتبقى شيقه جدا يا كابتن اشرف، بالاخص لو في توفيق ممكن نادي الزمالك كسب المباراه هيبقى في فرق 8 بونت داخل في 8 بونت، رغم ان الاهلي هيكون لسه متاجل له مباراه. الاهلي لو كسب هيقرب المسافه، يعني دي اول نقطه انا بتكلم على البوينت اللي هو بتتكلم في الدور الاولاني. تاني حاجه انا شايف ان نادي الزمالك كفه ارجح، رغم
انا ما بعملش مقاييس لماتش اهلي ماتش الزمالك واهلي خالص. انا شايف ان الزمالك كف ارجح بنسبه دكه البدلاء، دكه البدلاء نادي الزمالك بصرف النظر مين يبدا المباراه. الدكه انا شايف ان دكه الزمالك هتبقى اتقل بكتير. النادي الاهلي نادي عريق في الاعتماد بكره على العناصر الشابه، العناصر اللي عايزه تبني نفسها، عايزه تبين نفسها في مباراه ديربي زي دوت. رغم من السنه اللي فاتت ان الاهلي اخذ الدوري ولعب قطاع كبير، الكابتن فتحي مبروك طبعا ليه الفضل ان في بعض الناشئين لعبوا وظهروا نفسهم، لا انما السنه دي اختلاف كبير جدا. السنه اللي فاتت كان مجموعتين، السنه دي بقى مجموعه واحده، والسنه دي حرب يعني شاف حرب بالنسبه للبوينت. اي 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 فرقه بتقع منه بوينت النهارده بتبقى في مشكله بالنسبه له. انا شايف ان كفه الزمالك ارجح في دك في الدكه بالاخص يعني. انا انت فاهم طبعا يا شيكو ان المدير الفني لما بيكون قاعد وعنده الدكه بتاعته تقيله بره بيعرف يتحكم في مجرى المباراه. البدلاء اكتر يعني، وشايف ان دكه الزمالك فيها عدد كبير من اللاعبين. بشكرك يا كابتن مدحت، وكل تمنياتنا بالتوفيق الفتره اللي جايه. ربنا يخليك يا كابتن اشرف، واتمنى يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك يا كابتن مدحت. بشكر طبعا كابتن مدحت عبادي نجم نادي الزمالك ومنتخبنا القومي السابق. خليني قبل ما ارجع لحضراتكم بس قبل بس اتفضل ارجع بس انا مش عايز بس الامنيات تاخدنا لبعيد يعني. يعني انا طبعا بشكر كابتن مدحت، لكن بختلف معاه في جزئيه مهمه جدا اللي هو امنيته. لا امنيته ان هو اللي هي جزئيه اللي هو كان يتمنى يكون طاقم تحكيم مصري. انا شايف ان افضل شيء لهذه المباراه ان يكون طاقم تحكيم اجنبي. انا شايف ان التحكيم الاجنبي انقذ بطوله الدوري من الالغاء. انا باكد لحضرتك الموسم ده لو كانت مباراه غدا اهلي وزمالك هيحكم حكم مصري، انا كنت ممكن اقول لك بنسبه اكتر تزيد عن 60% كانت ممكن بطوله الدوري العام لا تكمل. في ظل وجود ترصد كبير جدا جدا بالحكم المصري في هذا التوقيت. الفائز الاوحد من مباراه القمه، ودي اول مباراه هيفوز بيها طرف ثالث قبل ما تلعب المباراه، هو اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو الفائز الحقيقي بمباراه الاهلي والزمالك. طب حضرتك شايف انه الانديه يعني تحفز بالحكام نتيجه اخطاء؟ لا نتيجه اخطاء يعني طبعا يعني نتيجه اخطاء طبعا يعني النادي الاهلي طبعا خاصه ان لجنه الحكام كانت تقدمت باستقالتها وفي انقسامات حاده. يعني انا بقول لحضرتك انت كابتن اشرف، انت شفت مدى غضب وصور جماهير النادي الاهلي اللي وصلت لاداره النادي الاهلي اول مره. ان اداره النادي الاهلي يعني تسمع لصوت غضب جماهيرها وتبتدي تحتج بشكل كبير جدا على مباراه على التحكيم المصري، في ظل ان النادي الاهلي ممكن يكون بيكسب مباريات، لكن في بعض الاخطاء مثلا حصلت زي مثلا مش شريف رشوان في مباراه الاهلي والاسيوطي، ومثلا محمد الصباحي في مباراه بتروجيت. فشوف حضرتك لما النادي الاهلي في هذه المباراه في مثل هذه المباراه يحصل هذا الاحتجاج. وده حصل برضه ما بالك الطرف الثاني نادي الزمالك، ما بالك ما بالك دلوقتي واحنا بنتكلم على حقوق رعايه، وبنتكلم على ان في شركه رعايه لاتحاد الكره، والشركه دي مش مع النادي الاهلي، وفي كلام بيتقال ان الشركه دي ليها دور او مالهاش دور او القصه دي. لكن تخيل حضرتك لما يكون غضب النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بهذا الحجم من حكم في مباراه مش طرف نادي الزمالك، ما بالك حجم الغضب يكون ازاي في مباراه الزمالك؟ اكيد هيبقى كبير جدا وهتبقى مشكله كبيره جدا. وخلي بالك في نقطه مهمه جدا جدا، ان نادي الزمالك لو خسر بكره عنده يعني لو خسر بكره في ظل وجود تحكيم اجنبي، من حق نادي الزمالك ان هو ساعتها يطالب باعاده المباراه. باعاده المباراه طبعا، لان في لائحه وزاريه بتقول ان هو لازم يكون حكم مباراه اجنبي. ودي النقطه اللي حتى لو الزمالك كان قال ان انا مش عايز حكم اجنبي، حتى لا حتى لو اعترض نادي الزمالك لا لا لو حتى قال ان هو قابل قبل المباراه. لا لا بص يا منتصر، انا اقول لك حاجه، احنا الاتحاد الكوره ما بيعملش شيء. انا هحرك حضرتك بس في الجزئيه دي. لا انا عايز اقول حاجه، يعني نادي الزمالك احنا ما بنقدمش ورق رسمي، ما بنعملش حسن نيه، ما فيش ورق حسن نيه اثبات حسن نيه. لكن انا بقول لك، انا لو رئيس نادي الزمالك وفرقتي خسرت بكره في ظل وجود حكم مصري، وانا شايف ان الحكم ده اخطا او ظلم فرقتي، انا ممكن اروح اقدم دعوه قضائيه ضد اتحاد الكره، اقول لهم تعالوا في قرار وزاري بيقول ان لازم حكم المباراه يكون اجنبي. ولو الحكم الاجنبي اخطا، حكم مباراه القمه لو الحكم الاجنبي يعني دي موجوده في اللائحه، يعني موجوده قرار وزاري، في قرار وزاري قرار وزاري وتتحمله. لا بص، وتتحمله وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه هي اللي تتحمل تكاليف طقم الحكام الاجنبي، وده قرار وزاري. ايه؟ لا انا عايز اوصل للنقطه دي. لا كان في مشكله، ولو الحكم الاجنبي اخطا الزمالك رفض اساسا المتصدر، يعني الزمالك ينسحب ولا لا؟ لا 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 خلاص. بص يعني هو الاجنبي ده مش هيخطئ؟ لا بيخطئ طبعا، يعني الحكم الاجنبي بغض النظر عن رفضه، بس النادي الزمالك رفض وجود وجود حكم اجنبي. انا مش عايز حكم اجنبي لو الاهلي عايز يدفع، واتحاد الكره قال له لا انت ده ماتشك انت تدفع، ولا اعترض على المقابل المادي. الولد ده مغيب يعني، ده سيب له. لكن انا شايف ان افضل شيء
وضد كل الناس اللي بتقول لك ان انا يعني انا حاجتين مبسوط منهم جدا في ظل هذا الاعتقاد. اولا ان مفيش جمهور, ثاني حاجه ان الحكم اجنبي. لان انا متاكد يا كابتن اشرف لو كان لو الحكم مصري واخطا وظلم احد الفرقتين انا كنت متاكد هتبقى مشكله كبيره. لا أنا مش هتبقى مشكله, بس كان الدوري مش هيستكمل للدرجه دي يعني. حتى في ظل عدم وجود جمهور انا متاكد ان ما كانش الدوري هيستكمل. طيب اتحاد الكره الاول بس عشان انهي النقطه دي. اتحاد الكره اتحاد الكره يعني كان في كلام كده انه هيتحمل بعد رفض نادي الزمالك تحمل مقابل مادي 15000 دولار. في اشاعات بتقول ان اتحاد الكره هيتحمل مقابل مادي للحكام. هو اتحاد الكره كله اشاعه اساسا يعني مفيش. ده نادي الزمالك هو اللي هيتحمل نفقه الحكام. نادي الزمالك هو اللي هيدفع الفلوس وفقا لقرار اتحاد الكره. عايز ارجع بس قبل مكالمه الكابتن مدحت عبد الهادي الموضوع المجلات الانديه. كان الزمالك مجله الزمالك قبل كده خدت ابو تريك على الغلاف بتاعها, كان بيسحب ورقه دوري الابطال وكان جاب لنا الاهلي في المجموعه. كتر خيره يعني. وبعد منك كان هادي خشب قبل منه يعني, واخد بالك. وكان قبل منه الكابتن هادي خشب على الغلاف بتاعها. انا ما اعتقدش اني شفت نجم من الزمالك على مجله النادي الاهلي. اتمنى انه يكون كده في المستقبل يعني. بتمنى ده يعني بتمنى تبقى مبادره مننا هنا من خلال برنامج من وحضرتك متولي المسؤوليه في نادي الزمالك واستاذ علاء. بس اختلف بس انت من الناس اللي خلينا نكمل. لا 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 يعني ولا كاس الامم الافريقيه 2006 لما كنا بنطبع, كانت مجله الاهلي بتطبع, وكان في مباراه مصر والسنغال اللي فيها نزل فيها كابتن عمرو زكي واحرز هدف. عمرو زكي كان نجم نادي الزمالك وقتها, احرز هدف كان هو غلاف المجله. خدت عشان نجم الزمالك اللي هو لا 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 بغض النظر بس عمرو زكي هو لو لو كسب مصر كاس الامم مش هاخده طبعا. لا لا انا بقول لك ازاي يعني عمرو زكي هو نجم نادي الزمالك ولا لا؟ لا لا سؤال, حد غيره جاب الهدف؟ لا لا حد جابه من الاهلي. لا لا في صور كتيره جدا, في صور كتيره جدا جدا للمباراه. ممكن اخد صوره لابو تريكا. خلينا نتمنى في المستقبل عمرو زكي خدته. اولا لازم نبقى متفقين عشان هو نجم المنتخب وده راجل ونجم نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك. بس انت خدته في هذا الحدث لانه ده بيمثل مصر. بس ما خدتوش. نفسي انا تاخده بقى لما يبقى مثلا لما خالد عمر نجم الزمالك بيلاعب مثلا افريقيا في بطوله افريقيا بطوله افريقيا وتقول مبروك يا زمالك وتاخد خالد عمر. خلاص ده اللي نفسنا يحصل. لما الزمالك يعمل نفس القصه انما قصه بقى اللي ايه اصل احنا خدنا عمر عشان لما كان جاب جول. خلاص خلينا لما عمرو يجي النادي الاهلي. لما عمرو يجي النادي الاهلي نحط غلاف. اتفضل تمام. هم الاهلي مش شطار قوي يعني, بيحب ياخد اي حاجه مفيش مشكله. اتفضل. بص قصه التحكيم انا شايف انه فيه من نادي الاهلي مش قصه والله اهلي وزمالك يعني. انا بتكلم حتى دلوقتي بلسان صحفي اخبار اليوم. لاول مره اشوف هذا الهجوم الرهيب على التحكيم من نادي الاهلي ومن نادي الزمالك. ارتكبت اخطاء ومن نادي الزمالك. ارتكبت اخطاء قبل كده. اتفق انه الاثنين تضرروا الفتره اللي فاتت من نادي الزمالك. بس انه النادي الاهلي النادي العريق اللي هو واخد بطوله الدوري على مدار السنوات الماضيه ارتكبت بالتاكيد في السنوات السابقه ضده اخطاء, وبالتاكيد انه استفاد من اخطاء التحكيم. هكذا الزمالك انه من النادي الاهلي يخرج ويدشن حمله يعني بهجوم ضاري, والكابتن محمود طاهر يجي من لندن ويقطع رحلته الخاصه ويقول انا عايز حكام اجانب تدير مسابقه الدوري او مبارياته المتبقيه في الدوري بعد ماتش طلع الجيش من اول الزمالك وانت وطالع, ويحصل اجتماع ما بين محمود طاهر برعايه هاني بوريد على ما اعتقد والاخ جمال علام بعد ما جه من الاقصر من الانتخابات بتاعته دي. هو يعني اتحاد الكره الحمد لله بسم الله ما شاء الله كلهم نازلين انتخابات البرلمانيه اللي جايه. انا شايف عيب بسيط قوي موجود في لائحه اتحاد الكره خاص بالحكام يعني. الحقيقه حكام بس بيسمح يعني ده بما اننا بنتكلم على التحكيم بيسمح لاي نادي في الدوري المصري انه يطالب بحكام اجانب. ايه سبب الكارثه؟ انت كده يعني بشكل كبير جدا كابتن. جدا بتنهي علاقه التحكيم في الدوري المصري او في اي بطوله محليه كابتن. لانه ممكن النادي الاهلي ونادي الزمالك يطالبوا بحكام زي ما طلب النادي الاهلي بحكام في كل مبارياته في الدوري. يبقى فين بقى اذا الكارثه سببها كلها؟ لا لا كابتن راشد, لا 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 اكمل لا 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 بص اكمل الجزئيه دي بس بعد اذنك. بص انا بقول لحضرتك التحكيم كان هو الحلقه الاضعف لكن دلوقتي بقت الحلقه الأسوأ. يعني التحكيم في منظومه الكره المصريه هي كان الحلقه الاضعف دلوقتي بقت الحلقه الأسوأ. الحلقه الأسوأ هقول لك اولا لين لجنه الحكام انقسمت وشفنا طبعا انقسم واضح الفتره اللي فاتت شفنا حتى تقدموا باستقالتهم الفتره اللي فاتت. شفنا كابتن جمال الغندور هجوم على الكابتن عصام عبد الفتاح وشفنا كابتن عصام عبد الفتاح على فكره ده موجود حتى على وشفنا تضرر وشفنا خبراء التحكيم بيطلعوا على كل الفضائيات ينقدوا زميلهم بيذبحوا زميلهم على كل الفضائيات. شفنا مفيش استوديو تحليل في مصر, مفيش خبير بيطلع يتكلم وكل واحد حسب هواه. اللي موالي للكابتن عصام عبد الفتاح بيدافع عن الحكم ده وبيلتمس له عذر, اللي
موالي للكابتن جمال الغندور او ضد الكابتن عصام فتح بيهاجم هذا الحكم، وشفنا وده ازاي انقسام واضح، وده انقسام واضح. فبالتالي بدا بالتحكيم كان هي المنظومه الاضعف بين المنظومه الاسوء لان هم منقسمين. تاني حاجه حكايه الحكام الاجانب، انا مش شايف ان في عار ان الانديه تستعين بحكام اجانب، ده بالعكس ده في توقيت يكون حمايه. طب ما نجيب بقى لعيبه اجانب، نفتح اللعيبه الاجانب دلوقتي. رضا طيب جاب 9 اجانب، ايه المشكله؟ منتخب مصر كله لا 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 هو ده ممكن يبقى متاح، بس انا بكلم على لجنه التحكيم استاذ علاء. لو حضرتك تتفق معايا انه ما ينفعش يبقى عندي طول الوقت، مثلا لو نادي الاهلي طلب من النهارده من الدور الاول انه يبقى كل حكام لكل مبارياته اجانب، اعتقد هيبقى عار على لا لا مين قال لك مين قال لك لا مين قال لك لا خلينا طب خلينا نهدي الاجواء شويه وناخد نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم منتخبنا القومي السابق كابتن خالد بيبو، وطبعا احد كبار اللاعبين الموجودين في لقاءات القمه او اللي حققوا نتائج في لقاءات القمه. كابتن خالد مساء الخير. انت جيت في وقت بالظبط، لانه يعني دايما فاضي على ايامك يا كابتن، ما كانش حد بيترضى على الحكام. معايا الاستاذ علاء عزت، وطبعا ناخد رياضي كبير، وطبعا ناخد رياضي كبير الاستاذ منتصر رفاعي. ربنا يخليك. ازيك يا كابتن خالد؟ الحمد لله. ربنا يخليك. عامل ايه؟ خسرنا يا كابتن ولا ايه؟ انا كنت لسه بتكلم عن المباراه وللاسف سبتكم ومشيت. مش هينام طبعا، ده هيعمل فرح. طبعا النهارده هيعمل فرح كريم. وفي عقوبات عليكم يا كابتن خالد، عليك انت، عليك انت، ما انت من ضمن اللعيبه. ده في كلام ان كابتن ربيع ياسين هيمشي يا كابتن خالد. غير اللعيبه. طب تمام. لا طبعا يعني هم احنا يعني السعوديه حاولنا ان احنا نستمتع، بس هم كانوا اجهز يعني بصراحه. اصل انا عارف كريم بقى النهارده مش هينام وجاهز عمال بقى عشان يتكلم مع المباراه، فانا قلت بقى ايه يعني ادي له قبلها يعني. طب تمام. فهو طبعا هم كانوا خلاص هنلاعب كريم بكره. هم كانوا احسن، هم كانوا اجهز وكانوا مستعدين يعني اجواء حلوه. كابتن خالد اجواء حلوه كابتن بيبو الحقيقه. طبعا احنا انا انبسطت جدا بصراحه، وكانت المكان جميل وكان التوقيت حلو قوي، وكلنا انبسطنا. وطبعا مبروك اللي كسب. احنا في الاخر بنقول رساله ان يعني كلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا اصحاب، ولازم كره القدم تجمعنا ما تفرقناش. يعني هي يعني خدتنا في الفتره الاخيره لطريق ما ينفعش ان هي تبقى كره القدم هو ده الطريق المفروض تمشي فيه. طريق كره القدم المفروض ان هي تجمع الناس، تخلي الناس كلها كويسه، الناس كلها بتبقى بتستمتع وهي بتعمل الحاجه او بتستمتع وهي بتتفرج على المباراه. هي دي كره القدم. لو خرجت عن الاطار ده ما تبقاش كره القدم، تبقى حاجه ثانيه خالص غير المفروض تبقى دي. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل للطريق الصحيح ونرجع ثاني ان كره القدم يبقى هي متعه الناس. تمام. كابتن خالد، يمكن بيبو طبعا واحد من نجوم لقاءات القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، شايف مباراه بكره ازاي؟ طبعا يعني مباراه مهمه جدا. مهمه للفريقين. الفريقين هنقول في البدايه ان لو خدناه من فوق، من زي ما بيقولوا كده من من الراس لفوق، اتكلم على رؤساء الانديه، اثنين من رؤساء الانديه لسه جداد بالنسبه للنادي، احلامهم وافكارهم وتخطيطهم ان هم دايما يبقى الفريق بيأدي بشكل كويس او ان هو قادر يعمل فرقه كويسه. لو تبدا طبعا بنقول للنادي الاهلي مجلس اداره جديد بقياده المهندس محمود طاهر، خد بطولتين سوبر وكونفدراليه، محتاج ان هو يكمل على بطوله الدوري، بيحاول ان هو يدعم فرقته بشكل جيد عشان يقدر يعمل حاجه كويسه تفيد الجميع. نتكلم عن نادي الزمالك طبعا مستشار مرتضى عامل يعني السنه دي يعني بصراحه يقولوا ايه، جاب كل حاجه لفريق نادي الزمالك، بيحاول ان هو بقدر الامكان ان هو يبقى ايده دايما مع الفريق، جاب لهم لعيبه كتير، شكل نادي الزمالك كله اتغير، اداؤه السنه دي متغير، محتاج ان هو يكسب. تتكلم على لعيبه جوه الملعب، في لعيبه كتير ما لعبتش اهلي وزمالك، محتاجين ان هم يحسوا بطعم المكسب، يحسوا ان لا ان هم فرقه تقيله، فرقه الاهلي فرقه الزمالك نجوم كبيره، كل واحد في الملعب
ليه دور، كل واحد عايز يرسم في التاريخ لقاءات الاهلي والزمالك. وزي ما شوف يعني احنا يعني انا المباراه الاهلي والزمالك لعبناها انا مبطل بقالي 8-9 سنين والناس لسه فاكره كل المباراه، والمباراه دي مثلا بقى لها 11 12 سنه على يعني برضو سنين واحنا لسه بنفتكر من ايام الكابتن الخطيب ومن قبل الكابتن الخطيب وكابتن حسن الشعبي، كل المباريات دي بتفتكر، كل واحد عايز يحفر اسمه. طبعا بنتكلم الاطار العام، انما جوه الملعب طبعا الناس كلها بينسوا كل الكلام ده وبيفتكروا بقى طبعا كل واحد اداؤه جوه الملعب ازاي، هيلعب مع زميله ازاي، هيدافع مع اللي جنبه ازاي، هيهاجم مع فرقته، فرقتين بيلعبوا بطريقه هجوميه عندهم مفاتيح لعب هجوميه قويه جدا. نتكلم عن الاهلي ونتكلم عن طلب على احمد في عمتين في الفريقين، اذا كان هنا ابراهيم صلاح، اذا كان هنا حسام عاشور، لا بيتكلم على كميه نجوم حتى في خط الدفاع، في المدافعين بيلعبوا مهاجمين كمان، باسم وصبري والناحيه الثانيه حازم امام واحمد سمير، وبيتكلم على مجموعه من اللعيبه المميزه الحقيقه موجوده في الفريقين. يعني بصراحه لو قعدت تتكلم على كل واحد هو فرقه، كل واحد لو ادى بالاداء اللي المفروض يؤدي بيه ب 70 او 80% فهو مفتاح فوز لفرقته. فهي مباراه جميله بالنسبه للفريقين، مين بقى اللي هيقدر يسيطر؟ مين هيقدر يحط كلمته؟ طب توقعاتك كنتيجه كابتن خالد لمباراه بكره؟ كابتن اسف التلاعب كبير، توقعات نتيجه تبقى صعبه جدا، المباراه بتتغير في لحظه، مباراه اهلي وزمالك في لحظه، يكون في باص غلط المباراه تتغير. باص غلط من الناحيه الدفاعيه، من ناحيه الهجوميه، تلاقي الفرقه كلها رجل. يعني غالبا مباريات القمه ملهاش حسابات خالص يعني. خالص. انا شخصيا مش فاكر ان انا مره بنلعب نادي الزمالك واحنا كنا احسن. يعني انا كل ما نلعب نادي الزمالك تحس ان الزمالك افضل، اللعيبه بتاعته جاهزه، انما ان تنزل المباراه الوضع كله بيتغير. يعني بشكرك يا كابتن خالد حقيقة على المباراه بتاعت النهارده رغم الخساره، واكيد لينا قاعده بقى عشان نشوف حلول الفتره اللي جايه. مجلس اجتماع طارق لازم نصحح الاوضاع بشكرك يا بيو، وكل تمنياتي بالتوفيق الفتره اللي جايه. بشكرك. يمكن الحقيقه يعني واضح ان الاجواء الحمد لله كويسه بين اللاعبين، حتى اللاعبين القدامى وحتى اللاعبين الموجودين حاليا معظمهم من الاصدقاء، الاجواء صافيه جدا وفي لاعبين اصدقاء اسريا كمان طبعاً. في صداقه اسريه بيخرجوا مع بعض، اعتقد ان ده يعني لازم نشوفه بقى على جماهيرنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. بالتاكيد انا شايف انه يعني سريعا عشان عندنا فاصل في دقيقه كده، اتفضل. باذن الله المباراه ان شاء الله نتمناها مباراه تخرج تليق بسمعه الكره المصريه، مباراه كبيره ما بين القطبين الكبيرين، ما بين نادي الزمالك ونادي الاهلي باعتبار انه صاحب الملعب او الاهلي والزمالك ان شاء الله في الدور الثاني. اتمنى مباراه القمه انها تليق بهذه الضجه الاعلاميه ومصاحبها من متابعه على مستوى الميديا العالميه والعربيه والاهتمام الكبير جدا. بنقول لجمهور الاهلي والزمالك انتوا الاثنين في النهايه في حد هيكسب او حد هيخسر، او ستكون مباراه خارقه بنتيجه التعادل. اتمنى انه ننبذ التعصب. طيب. ونشجع كل الفريق. طيب خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع مع نجومي النهارده في الاستوديو الاستاذ علاء عزت والاستاذ منتصر رفاعي. رجعنا لحضراتكم مع ضيوفي والنقاد الرياضيين الكبار في مصر، الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي بالاهرام ومجله الاهلي، والناقد الرياضي الكبير الاستاذ منتصر رفاعي الناقد الرياضي بالاخبار وجريده نادي الزمالك. سؤالي سريع جدا، هل لانه في اتهام موجه للصحفيين او الساده الصحفيين المسؤولين عن المجلات الخاصه، ان شاء الله لكل الساده الصحفيين الفتره اللي جايه نبقى في مبادره لعوده الجماهير ان شاء الله الفتره اللي جايه في جو صافي وهادئ ان شاء الله لارتفاع بالكره المصريه في الفتره اللي جايه. اتفضل يا استاذ منتصر. بالتاكيد حضرتك ان بتقوله اللي حضرتك بتقوله ده موجود على الساحه بالفعل، انما انا اكاد اجزم لحضرتك انه بالنسبه لنا مجال الزمالك مجلس اداره ومستشار مرتضى منصور تحديدا كان واضح وصريح معايا في الجزئيه دي، انه لم يطلب مني ولا مره انه انا هاجم النادي الاهلي. حتى هو لما بيطلع يتكلم دايما بيشيد بالنادي الاهلي كتاريخ وكجمهور وكبطولات وعراقه، قد يكون هناك اختلاف في بعض وجهات النظر على المستوى الاشخاص وليس على مستوى تاريخ النادي الاهلي او جماهيره التي لها كل الاحترام والتقدير.
بالتاكيد انه في بعض الناس بيحاول يبين لمجلس الاداره وما طلبش منه يعني ان هو الواد اللي ما جابتوش ولاده زي ما بيقولوا فيروح حاجه تطوعيه يعني. حاجه تطوعيه دي موجوده في الناديين للامانه. ما اعتقدش ان محمود طاهر او مجلس اداره الاهلي يعني بيقول او يوجه على مثلا شنيلي حاول على مرتضى منصور انما قد يكون الاستاذ علاء وعفوا انا لا اعنيه هو بالنصر متطوع حاجه ما في متطوع مش متطوع اللي هو الملكيون اكثر من الملك الملكيون اكثر من الملك في حرب وكاله في ناس بتعمل حرب بالوكاله في مجلات الناديين وموجوده بالفعل انا في مجله النادي الاهلي واعرف ان في بعض الناس بتتطوع ان هي تدافع عن النادي الاهلي بشكل مبالغ فيه جدا وتهاجم اداره نادي الزمالك بشكل مبالغ فيه وده بيكون متطوع وملكي اكثر من الملكيين ما يكونش بتوجيه من مجلس الاداره لا ما يكونش لا 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 انا بصدق تماما لجمهورنا يعني انا 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 بيرفض هذا انا 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 بقول لحضرتك انا موجود في مجله الاهلي من سنه 91 عمري ما خدت تعليمه او ان انا حسيت ان في توجه مننا او طلب مني ان انا اهاجم مجلس اداره نادي الزمالك لكن ممكن ارد ممكن يطلب مني موضوع طب ما هو الرد هيبقى بناء على ممكن يبقى على تطوع لا لا لا, لا 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 ممكن ممكن توضيح لا موقف في توضيح مواقف في فرق بين ان مجلس اداره يطلب من وهي ده دور المجله دور مجله نادي الزمالك ان هي توضح بالزبط. سياسه ناديه وتوضح سياسة. لكن بالفعل انا ابصم واكد ان في متطوعين وفي ملكيون اكثر من ملك في مجله الناديه ده الدور المهم جدا جدا لمجلات مجله الاهلي ونادي الزمالك الفتره اللي جايه. طب خليني اروح لفاصل وارجع لضيوفي معلش يمكن وقتنا ضيق جدا ولكن هنرجع ان شاء الله بعد الفاصل مع ضيوفي طبعا النقاد الكبار النقاد الرياضيين الكبار في صحافتنا المصريه. اهلا بحضراتكم رجعنا لنقادنا الرياضيين. للاسف الشديد مش هنقدر نذيع التقرير اللي عندنا لضيق الوقت ولكن نطمن من اساتذتنا الكبار عن معسكر الاحمر والمعسكر الابيض استعدادا للقمه. صاحب المباراه صاحب المباراه اتفضل يا استاذ. طيب ان شاء الله يعني على عكس المرات الكثيره السابقه انا شايف ان مجلس اداره الزمالك زي ما اتفق مع الكابتن خالد بيبو عمل اللي عليه وزياده جاب صفقات كبيره جدا جاب لاعبين غير عقليه الثقافه الانهزاميه ببعض اللاعبين اللي اعتادت على الخساره في ماتشات القمه وانه ده شيء طبيعي وكنت بتشوف لعيبه احيانا بيدخل في مرمى هدف تلاقيه مبتسم ابتسامه سخريه كده يعني شايف اللعيبه كلها الموجوده في نادي الزمالك دلوقتي رجاله شايف انهم عايزين يعملوا حاجه لجمهور الزمالك خاصه بعد المبادره الاخيره وسماح مجلس اداره الالترس انه يبقى موجود في مران الفريق زي ما النهارده برضو جماهير الاهلي موجوده في المران بالتاكيد ان دول اجواء حماسيه جدا في نادي الزمالك ان اللعيبه كلها بتتكلم ان احنا لازم نكسب لازم نفرح الجمهور ده وده حق مشروع طالما هو على المستطيل الاخضر ومفيش خروج عن النص. بالتاكيد انه النهارده محمد صلاح عليه دور كبير جدا انه يختار التشكيل الافضل للنادي. انا شايف ان البعض بيصور ان محمد صلاح عليه ضغوط كبيره جدا انا شايف ان هو كاي مباراه القمه بالتاكيد ستخلق ضغوطا انما انا شايف ان هو النهارده كفي كلام ان هو الراجل وحتى هو مقتنع تماما ان هو في خدمه نادي الزمالك في اي موقع فشايف ان هو هيختار تشكيل اعتقد ان النهارده الاجواء حماسيه بعوده محمد كوفي من بوركينا فاسو. تمام طب شايف الكابتن محمد صلاح او لا كابتن محمد صلاح لو فشل في قياده الفريق في الفوز على النادي الاهلي ممكن يرحل وهو استخدام او تعاقد مع مدير فني اجنبي ولا باقي؟ انا شايف انه مستشار مرتضى منصور عنده ثقه كبيره جدا في محمد صلاح انا شايف انه هيكمل تحت اي ظرف من الظروف بس هو الكلام ممكن ما تلاقيش لا جريده ولا محمد صلاح كمان استاذ علاء يعني اذا كان الزمالك معسكر الابيض اذا كان الزمالك عنده امل المره دي وعايزين يغيروا ثقافه الهزيمه احنا طبعا عندنا ثقافه الهزيمه غيرناها بالفعل ما غيرتوها لا طبعا هم اذا كان الزمالك بيحلم ان هو يغير ثقافه الهزيمه احنا طبعا عندنا ثقافه الفوز موجوده في النادي الاهلي يعني هرجع اقول المانشيت الثابت عندنا الاهلي بيهد والعداد بيعدي يعني احنا حاجاتنا مستمره وثابته احنا ما عندناش مشكله يعني النهارده يمكن رغم سخونه الاجواء هنا عندي ولكن الحقيقه في حاله حب وفي حاله صفاء طبعًا. بين نقادنا الكبار طبعا طيب بشكر بالتاكيد في النهايه الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير بالاهرام ومجله الاهلي بشكر الاستاذ منتصر رفاعي طبعا الناقد الكبير بالاخبار ومجله نادي الزمالك بشكرك
بشكركم بشكركم. يعني بتمناها ان شاء الله مباراه تعكس الصوره الحضاريه للكره المصريه على كل المستويات، مستوى اللاعبين، مستوى مجالس الادارات، مستوى الجماهير في الشارع، ونبذ التعصب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بشكركم وبشكر طبعا رئيس تحرير اسلام صادق، بشكر معدينا مصطفى نوير، مصطفى عادل، ونهى عباس، وبشكر مخرجتنا الرائعه ساره سليط، وبشكر كل زملائي في الاستوديو والكنترول. بشكركم والى حلقه قادمه ان شاء الله.